بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مع أم تسنيم. اليوم إن شاء الله جيتكم بوصفة لصابلي راح نديرها في ليمو تاع سيليكون إن شاء الله. هذا صابلي راح يكون بجوز الهند في الحشو تاعو أو لنواد كوكو. إذا مش راح نحتاجو في مقادير الوصفة بإذن الله. عندي لهنا أول حاجة 125 غرام مارغرين تكون طرية، عندي نصف الكوب من السكر الناعم، عندي نصف الكوب من الجوز الهند او نواد كوكو، وعندي نصف الكوب من النشا. الكوب دائما اللي نقيس به سعته 240 مللتر، اللي عندها الاكواب القياسيه تقدر تقيس بها عادي جدا. عندي لهنا ملعقه صغيره من خميره الحلويات، حبه من البيض، عطر الفانيليا نديو ملعقة صغيرة، عندي الزيت لهنا ملعقتين، والفرينة طبعا باه نلمو العجينة وتزيين بعد نشوفو كيفاه. راح نبداو بسم الله، نحي شوية منا المقادير باه يدير لي ليسباس. راح نحط أول حاجة هي الزبدة، نضيف عليها السكر، هذا النشا، ندير نصف الكوب من السكر، ندير عطر الفانيليا، نحطو هكذا بعد ملعقة صغيرة، تقدرو تزيدو، نديرو رشة من الملح. وقلنا ملعقتين من الزيت، من ملعقتين حتى ثلاثة عادي. هنا نخلط هذه المكونات بسم الله. انا هنا الزبدة مش طرية بزاف، ولكن راح نخدمها مليح حتى يرجع لي الخليط كريمي. اذا هكذا انا بعد ما خدمت هذيك الزبده مليح، حاولوا انكم تخدموها مليح، يعني سر النجاح تاع لي صابلي كامل هو الزبده هذه. اذا تخدمت مليح في السكر راح تنجح لكم باذن الله. راح نضيف حبه تاع البيض، انا كنت كسرتها هنا في الكوب. هكذا نضيف الكوب تاع نواد كوكو، عفوا نصف الكوب، والنعشة نصف الكوب ثاني. انا وحدة ريحة نواد كوكو نحبها بزاف. والناس اللي ما يحبوهاش مش راح يعني تحسوا بالطعم تاعها في لي صابلي هذو. برك هذيك تجي واحد النسمه هكذا بنينه برك. هكذا الان نبدا نضيف في الفرينه. بسم الله، انا الفرينه راني غربلتها، عفوا نضيف الفرينه نشف، ونضيف الملعقة الصغيرة تاع خميرة الحلويات. هكذا أنا كنت درتها هنايا هكذا، إذا هكذا أنا بعد ما لميت العجين هاولك تشوفوا فيه طري وما يلصقش في يدينا دائما نقولوها. أنا راح نبداو في التشكيل. إذا أنا عندي هذا المول،
راح نخدم فيه. عندي لهنا راح نوزن الكريات هنا، تقدروا توزنوهم، تقدروا ديروا عينكم ميزانكم برك. انا راح ندير فيهم 22 غرام. تقدروا تديروا هكذا كوريه فقط وتحطوها في المول وتشدوا عليها الكيل. هكذا انا نوزنهم كامل ان شاء الله نولي لكم. اذا هنايا هاملك، انا بعد ما وزنتهم حطيتهم لهنا راح نعدلهم في المول. ديروش العجينه ديروهاش ناشفه بزاف باش تعاونكم في الخدمه. دائما غطيوها بكيس بلاستيكي كي تخلصوا. هكذا نحطوها دائما المول سيليكون نحطوه في بلا، خليوهش هكذاك على الشباك باه ما يتحرقش. حاولوا هكذا نضغطوا شويه ضغط خفيف باش يتشكل لنا لا فورم تاع الحبه تاع الحلوه. هكذا انا نكمل نبلاطيهم كامل في المول ان شاء الله ونرجع لكم. اذا هكذا بهذه الطريقه بعد ما حطيتهم في المول راح ندخلهم للفرن. درجة الحرارة تكون 180 ويكون سخون من قبل الفرن. ندخلهم يطيبوا جوست، يعني تشوفوا بلي راهم بداو لهنا يحمروا شوية فقط، حمورة خفيفة على الأطراف، نحيهم. إذا نطيبهم ونرجع لكم. إذا هنا هاملك أنا بعض الحبات اللي طابوا لي لهنا. الكمية للعجينة اللي عطيت لكم راح تطيح لكم إن شاء الله 27 حبة بالمول هذا بإذن الله، وبالقياس اللي عطيت لكم منين 22 حتى 23 غرام تاع الوزن. أنا راح نبدأ له بديكور خفيف. عندي هنا شوية سكر غلاس، بهذه الطريقة. راح ندير لهم شوية تاع معجون، يعني وصفة سهلة. إذا هنا هاولك أنا عندي لهنا المعجون، لهنا تحبوا ديروا المعجون برتقال وتلونوه، عفوا المعجون مشمش وتلونوه، ولا تحبوا تحطوا معجون الفخاز مباشرة. هكذا انا راح نعمر الحفره هذه ونرجع لكم ان شاء الله. اذا هاي لك هنا الحلوه تاعنا. انا بعد ما كنت كملت لها ديكور، هذو اللي هنا درت لهم ملون اصفر، وهذو درت لهم ملون الاحمر، وانتم لكم الاختيار. طبعا هي حلوه خفيفه، تقدروا تقولوا هي حلوه يوميه سهله ما فيها حتى حاجه. كما شفتوا كما قلت لكم المقادير اللي عطيت لكم راه ما فيهم حتى حاجه. 125 غرام برك تاع زبده وحبيبه بيض برك، داروا لي 26 حبه ولا 27 حبه، الله يبارك. يعني اذا نتمنى ان شاء الله تكون الوصفه فادتكم. ما بقى لي الان غير نقول لكم تهلاو في نفوسكم ودمتم اوفياء لام تسنيم طبعا، والسلام عليكم.